عاجل منذ قليل عن مصدر أمني أن 3 عبوات ناسفة انفجرت فجر اليوم مستهدفة محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد. وأضاف المصدر أن عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكم وسط بغداد، فيما أشار إلى انفجار عبوة ثالثة موضوعة أمام محل آخر لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة. ولفت إلى أن الانفجارات أسفرت عن أضرار مادية فقط من دون تسجيل إصابات بشرية. الحمد لله على سلامة المواطنين، نتمنى السلام يعم في العراق. الله يحفظ شعب العراق.